السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هو الجزء السابع من سلسلة فيديوهات تجديد سيارة قديمة، وفي الفيديو ده هشتغل على منفل السيارة. ده كان شكله أول ما فكيته من السيارة وبقاله سنين ما اشتغلش، وده أصبح شكله بعد ما اتنضف واتفحص واتعزل حراريا. تابع معايا وهشرح لك الطريقة والخطوات. الهدف من تجديد المانيفول اننا اولا ننظفه من الداخل من الكربون المتراكم فيه، واللي في بعض الاحيان بيأخر تشغيل السيارة وخصوصا في الصباح الباكر. ثانيا نفحصه كله علشان لو فيه كسر او شرخ او تنميل نعالجه. ثالثا وده الاهم، اننا نعزل المانيفول ده حراريا، لان المانيفول ده ألمونيوم واحنا عايزين الهواء يخش بارد. علشان كده هتلاقي في كل السيارات الحديثة المانيفول بقى بينزل فبر علشان الهواء يخش بارد. ازاي بقى هنعزله حراريا؟ خليني اوريلك. فكيت خرطوم المية اللي بيكون تحت الكربراتير مباشرة، وبعدها فكيت القاعدة اللي بيكون راكب عليها واير دواسة البنزين، وفكيت خرطوم الهواء اللي بيكون راكب على جنب المانيفولد، وبعدها فكيت خرطوم المية اللي بيكون داخل المانيفولد من تحت، وبدأت أفك كل المسامير اللي مثبتاه في جسم المحرك وهم 6 مسامير، وأخيرا سلكت المانيفولد وطلعته من مكانه بره السيارة. ده المانيفولد بعد ما فكيته، وأول حاجة هعملها إني هنفخ التراب اللي عليه. وبعدها بحذر شديد هطلع الجوان اللي بينه وبين الكربراتير، وهشيل الجوان اللي بينه وبين وش السلندر، وبعدها في ميه ورغوه وباستخدام فرشه بلاستيك هنضفه قدر المستطاع من بره ومن جوه، وهستخدم فرشه بلاستيك كبيره علشان انضف المواسير بتاعته من الداخل. ده كان شكله اول ما فكيته من السياره ونفخت التراب من عليه، وده اصبح شكله بعد ما اتغسل غسيل مبدئي ونزلت منه كربون وتراب كتير. بعدها هستخدم الخمس مقاسات دي من الفرش علشان انضفه من الخارج والداخل. الفرش الصغيرة دي بتسمح لي اني اوصل لأضيق الاماكن واصعب الاماكن، وخصوصا التجاويف اللي صعب ايدك او صابعك توصل لها وتنضفها. وميزة الفرش الصغيرة انها بتساعدك تنضف المعدن من غير ما تاكل من المعدن او تضعفه، بتشيل طبقة الاتساخات فقط من اي مكان واضيق مكان. والفرشة الاكبر شوية بتساعدك تنضف الكربون اللي بيكون لازق جوه مسارات الهواء وبيأخر وصول البنزين احيانا وخصوصا في الصباح الباكر. وبكمل تنظيف وتلميع لكل جزء في المانيفول استعدادا للمرحله اللي بعد كده. ده كان شكل المانيفول بعد ما اتغسل غسيل مبدئي بالميه والرغوه، وده اصبح شكله بعد ما اتصنفر واتلمع وتم ازاله اي اتساخات او كربون فيه من الداخل والخارج. وقبل ما ادخل على الخطوه الاخيره بفحص المانيفول من كل الاجناب علشان لو فيه شرخ او تنميل يبقى يتلحم ويتعالج، لكن طالما حالته زي الفل يبقى ندخل على المرحلة الأخيرة، وفيها هغلف كل الأجزاء اللي أنا مش عايزها تتعزل سواء كانت مسامير أو فتحات. وهستخدم طلاء حراري مخصص للسيارات بيتحمل حتى 650 درجة فهرنهايت، ومقاوم للصدأ أو بيمنع تكون أكسيد المعدن، ومقاوم للبنزين والزيت والديزل. وهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو لو حبيت تجربه في أي جزء في السيارة يكون بيتعرض لحرارة أو مية وعايز تعزله. وفكرة عزل المانيفولد الألمنيوم ببساطة جديدة هي نفس الفكرة اللي على أساسها كل شركات السيارات دلوقتي بقت بتصنع المانيفول بلاستيك أو فبر مش ألمنيوم، لأن الألمنيوم بيسخن من المحرك وبالتالي بيسخن الهواء اللي بيمر من خلاله، والهواء السخن كثافته قليلة لأن جزيئاته متباعدة، أما الهواء البارد فكثافته عالية وجزيئاته متقاربة، وده معناه كمية هواء أكبر تدخل للمحرك واحتراق أفضل وأداء أفضل للمحرك. علشان كده بعزل المانيفول حراريا. بعد ساعة تقريبا كان جف تماما، بعدها دخلته في فرن منزلي مش مايكرويف، فرن منزلي، وشغلت عليه حرارة درجتها 200 درجة مئوية لمدة نص ساعة، وبعدها سبته حوالي ساعة يبرد براحته. وبعد الساعة طلعته من الفرن وانا ضامن التصاق شديد للدهان الحراري عليه. ده كان شكل المانيفول اول ما طلعته من السيارة وحالته بائسة وبقاله سنين ما اشتغلش، وده اصبح شكله بعد ما تم تجديده بالكامل واتعزل حراريا علشان اضمن دخول هواء بارد للمحرك. لايك وشير للفيديو لانه اكيد هينفع ناس عندها مانيفول الومنيوم وعايزه تحسن من اداء الهواء فيه. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله.